يقول: إذا حاضت زوجتي ونحن في مكة، هل تبقى بالفندق طيلة مدة الحيض أم لا بأس إذا بقت في ساحات المسجد الحرام؟ لا تدخل المسجد الحرام، أما أن تكون خارج الأبواب، خارج أبواب المسجد الحرام، فلا مانع من ذلك، إنما لا تدخل من أبواب المسجد الحرام إلى داخله إلا إن كانت تريد المرور فقط. كانت تريد المرور فقط لا بأس، إلا عابري سبيل. أما من يريد الجلوس وهو جنب أو حائض فلا يجوز له أن يجلس في المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد.